احنا اليوم بنمشي مع الملكيات. وش معناتها؟ خلونا نشوف الجدول هذا. سنجولار وبلورال، مفرد وجمع، ماسكولينو فيمينينو، ماسكولينو فيمينينو، مذكر ومؤنث ومذكر ومؤنث، وهذه الضمائر يو تو استاذ العية الى اخره. الشيء لما يكون ملكي اقول ميو لي، والمؤنث تقول اذا كانت صيغه مرتبطه بالمؤنث يعني الصفة أو الأمر مرتبط، راح نشوف الأمثلة عليها. تأخذ ميا وجمعها ميوس ومياس، تويو للمذكر، تويا للمؤنث، وتويوس لجمع المذكر، وتويس لجمع المؤنث، سويو لأستاذ وأيا وإل، وسويا مع المؤنث، سويوس في حالة الجمع، وسوياس في حالة الجمع للمؤنث، نوسترو ونوسترا، نوستروس ونوستراس، هذا مذكر وهذا مؤنث، جمع مذكر وجمع مؤنث، بوسترو جمعها بوستروس، بوسترا جمعها بوستراس، سويو سويا سويوس سوياس، وهكذا. خلونا ناخذ الأمثلة اللي توضح لنا وش هالسالفة. سيوسا سير، الفعل سير، ماس ميو تويو بارا اكسبريسار بروفيسيون، ايش معناتها؟ يقول استا بولسا او استا بولسا نويس ميا، هذا طبعا مهوش بروفيسيون، في خطأ هنا. عموما ما علينا من هذه، احنا علينا بالاستخدام. يعني هنا نتكلم عن بوسيسيون، الملكية، بوسيسيون. عموما استا بولسا نويس ميا، هذه الحقيبة ليست لي. ليش استخدمنا ميا؟ لأن البولسة مؤنث، فميا مؤنث، هذه ميا، جميل. فأنا أسأل شخص أقول إستويا أمبرو، اسمها أمبرو مثلا، بهذا الشكل. نأخذ أمثلة توضح معنا أكثر. سيوسا إل لا لاس زائد ميو تويو إن لوغار دي مي تو سو. خلونا من القاعدة، إحنا يهمنا المثال. مي بادري أبلا دوس إديومس، أبي يتكلم لغتين. بويس الميو، الآن واحد قاعد يقول أبوي يتكلم لغتين. الثاني وش قال؟ قال بويس الميو أبلا كواترو، بدل ما يقول بويس مي بادري أبلا كواترو إديوماس، قال الميو يعني أبي. طيب إستو يا إستا بولسا، هل هذه الحقيبة لك بولسا؟ نو لا ميا إس ماس بيكينيا، حقتي أصغر، يعني هنا مثلا نقول حقتي، يعني هذه الفكرة منها، أنها حقتي أو حقي أو ملكي أو الشيء اللي أملكه. طيب سيوسا أون أونا أونوس أوناس إلى آخره. في هذه الحالة الأمثلة راح نأخذها، نقول كونيثيسا خوليان، هل تعرف خوليان؟ أقول سي أعرفه، سي أمبري يعني أكيد يا رجل، نعم. إس أميغو ميو، هو صديق لي أو صديقي. لما أجي أقول في هذه الأمثلة أيضا سون توياس إستاس ماليتاس، هل هذه الحقائب لك؟ توياس ماليتاس بهذا الشكل، هل هذه الحقائب لك؟ فجاوب هذا يقول إستوس سون نوستروس أسينتوس، هذه مقاعدنا، أسينتوس جمع، نوستروس جمع، وأخذت المذكر الثنتين. كيرو بريسنتارتي أون أميغو ميو، حاب أعرفك على أميغو ميو، صديق لي. بهذا الشكل أخذنا بعض الأمثلة، فهي المسألة مرتبطة بالشيء اللي أنت تملكه أو الملكية لنفس الإنسان.